بسم الله، والله أكبر دائما وأبدا. يقول ربي في الآية التالية 51 من سورة الكهف لكبير ما هو ربي بلغنا شيء يلزمكم تعرفوه إذا كان تحبوا تكونوا واعيين. ما عليكم إلا تزوروا هذه الآية وتدبرون ما حاولته من حقائق. ما أشهدتم أي إبليس وذريته ولا معاه تابعين منك رب وغيرك رب، ما أشهدتم خلق السماوات والأرض، ما كنتوش موجودين، خلق السماوات والأرض سابق لخلقكم، ولا خلق أنفسهم، حتى نفسكم مش تحضروا على خلق محال، ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا. حط في بالك اللي ربي مش بحاجة باش تعضده، مش هذا هو قادر تمام القدرة وعالم تمام العلم وآمر تمام الأمر. أنت بلا قضية الأمر بالمقلوب، فمش ترى العجب اللي كنت ناوي مش تستمر حياتك في الرغد وفي التسلط على العباد، كل ذلك لعب بك إبليس بتزيد تغوص في المعاصي وتكون من أكبر المتمردين على أمر الله، فستذوق متاع الدنيا إلى في قليل منها، وفي خاتمتها ترى العجب العجاب من ألوان العذاب. نسأل الله السلامة أن لا نكون أمثالكم ولو للحظة من لحظات عمرنا، عمر الغالي النفيس اللي بداها ربي لنا ونحن على ملة محمد عليه الصلاة والسلام. ما شهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وبعد يقول ويوم أنا يقول، أي ربي يقول، نادوا شركائي هذا التحدي من القوس حتى جواب الذين زعمتم فدعوا. فعلا كرب ما عندهم حتى دليل اليوم على حق. أربابك سوى ربك الجنس الحرام، السلطان الغاشم الظالم الذي لا يرى في خلق الله أي رحمة ولا أي حق ولا مجرد. ويوم احنا دائما ضد الكرب، تحب ولا تكره، وقل موتوا بغيظكم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، أي مانعا باش يستجيبوا من دعوهم لإسنادهم كما تكون توسطون عند الله. لا وساطة إلا من ارضى ربي من قول، ما يجي الوساطة إلا من الأنبياء عليهم السلام والملائكة الكرام عليهم السلام والشهداء في الإسلام عبر التاريخ كله والعلماء والأئمة الكرام عليهم رضوان الرحمن والسلام.